باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل عين نعمته ورحمته وبركته الأبد الأبدين ولدهر الدهرين كلها أمين. بنجاوب على أسئلة من يسأل أو من يسألوننا ومن يتساءلوا أو من يحاول أن يوجد أسئلة على كتابنا المقدس، وإحنا مازلنا في سفر المزامير، والنهاردة الحلقة 13. وحابب أجاوب على سؤالين. السؤال الأولاني حول مزمور 30، والعنوان بتاع المزمور لا سيما، اللي هو بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود، وده الجزء الأولاني. الجزء الثاني حول مزمور 35، اللي هو بيقول خاصم يا رب مخاصمية، قاتل يا رب مقاتلية. ويتكرر نفس المعنى في مزمور 35 ومزمور 69 ومزمور 109 ومزمور 137. هجاوب على أسئلة إخواننا حول كل هذه التساؤلات بتاعتهم. أولا عنوان المزمور، مزمور 30، اللي هو بيتكلم عنه، بيقول مزمور أغنية تدشين البيت. بيقولوا البيت تدشين البيت لداود، هم فاكرين إن بيت داود هو اللي هيتدشن، وبالتالي الكلام ده ينطبق على تدشين بيت داود. ده اللي هم بيسألوا أو يتساءلوا أو بيشككوا الناس. أنا نشوف الحقيقة العنوان اللي هو مزمور أغنية تدشين البيت لداود، هنشوف المزمور ده بيتكلم عن إيه والعنوان ده بيتكلم عن إيه، ونفهم الموضوع ماشي إزاي، والمزمور ده بالذات يعني ليه أهمية خاصة، كان لأهمية خاصة في الهيكل في العهد القديم، وما زال ليه أهمية خاصة لنا إحنا كمسيحيين اللي إحنا بنصلي بالمزامير. أولا المزمور 30، مزمور أغنية تدشين البيت لداود. وأعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي، أو أنت شلتني ولم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحيتني من يد الهابطين في الجب. رنموا للرب يا أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه، لأن لحظة غضبه حياة في رضاه، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. إلى آخر المزمور، احنا هرجع عليه مرة تانية، بس الأول نشوف العنوان بتاعه إيه معنى مزمور أغنية تدشين البيت. هل ده بيتكلم على تدشين بيت داود ولا بيتكلم على حاجة تانية، وإيه العنوان بالذات، يعني نفسره إزاي؟ كلمة مزمور أغنية، مزمور أغنية تدشين البيت، كلمة الأول مزمور، مزمور اللي هو من الفعل مزمور، مزمور، وده معناها حاجة، من مصدر بتاع مزمور، من مصدر زمر أو ضرب على آلة موسيقية زي المزمار، زي المزمار أو أي آلات موسيقية، أو ضرب على حاجة ممكن يتبع معاها النوتة الموسيقية، أو أي آلة موسيقية، مش شرط آلة معينة، لكن هو يعني هذا المزمور، كلمة مزمور معناها أن ممكن يعزف كلمات هذا المزمور أو الكلمات اللي جاية بعد كده، ممكن تعزف على أي آلة موسيقية. لم يحدد نوع الآلة الموسيقية، لكن إن كان هنا برضو على آلة موسيقية زي المزمار يعني. دي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي هي كلمة أغنية، مزمور أغنية تدشين البيت. أغنية اللي هي من كلمة أو تعني يغني أو يرتل أو يقولها باللحن يعني. فده أسلوب على طريقة تدشين البيت، يعني أسلوب يقال هذا المزمور عندما تغنيه فرق المغنيين،
عندما تغني فرق المغنيين. المقطع الثاني من العنوان يخبرنا عن استخدامه فيما بعد، اللي هو يعني كتب داود هذا المزمور بالوحي من الروح القدس، مزمور أغنية، مزمور أغنية ده كتبه. وبعدين تدشين البيت الجزء الثاني ده عندما صنعوا أو بنوا أو عملوا بيت الله بدأوا يرنموا هذا المزمور في البيت. إيه المقصود؟ مش المزمور نفسه اتقال وهما بيدشنوا البيت، لا، ده هو مزمور أغنية أو أغنية مزمور أغنية تدشين البيت، اللي هو اتقال بعد ما دشنوا البيت، بيت الرب يعني، لا يقصد به بيت داود طبعا. دي بس حاجة. الحاجة الثانية بيؤكد ان الكاتب هو داود، فبيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود، فمعناها الكاتب هو داود. في مزامير كثيرة معنونة، وانا اتكلمت على هذه الجزئية، من كتبوا المزامير طبعا بالوحي من الروح القدس، لكن الروح القدس استخدم مين عشان يكتب المزامير؟ داود طبعا من اكثر الناس اللي كتبوا سفر المزامير، عشان كده حتى نسب الغالبية، بما انه كتب اغلب المزامير فنسب كأنه المزامير هو لداود، يعني عشان كده بيسموها مزامير داود. دي حاجة. الحاجة الثانية، داود لما كتب المزمور كتب المزمور في مناسبة، والمناسبة دي هنشوفها مع بعض، لكن العنوان بتاعه استخدم مش للمناسبة، مناسبة اللي هو الكتاب اللي هو تدشين البيت، لكن استخدم مناسبة لما رجع إلى الله، الله قبله وتاب داود وأنقذه الله. طبعا تعرفين خطية داود لما أخطأ داود، وهنشوف الكلام ده في سفر صموئيل الثاني أصحاح 24، عشان نبقى عارفين القصة ماشية ازاي. هو داود قال هذا المزمور بعد ما الله قبله يعني إليه مرة تانية، في سفر صموئيل الثاني أصحاح 24، اللي هو آخر أصحاح في صموئيل الثاني أصحاح 24. فبيقول: وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قالا: أمضي وأحصي إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده: طفي جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعدوا الشعب فأعلم عدد الشعب. فقال يؤاب للملك: ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم مئة ضعف، وعين سيد الملك نظرتان، ولكن لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر؟ بنبهه. فاشتد كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش، فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعدوا الشعب أي إسرائيل، فعبروا الأردن. هو هنا عايز يفتخر بقوته، عايز يفتخر بجبروته، ومش يفتخر بالرب. فعبروا الأردن ونزلوا في عروعير عن يمين المدينة التي في وسط وادي جاد واتجاه يعزير، وأتوا إلى جلعاد إلى أرض تحتيم إلى حوتشي، ثم أتوا إلى دان يعني واستداروا إلى سيدون. بيتكلم عن البلاد اللي هم راحوها يعني كلها بيعدوا فيها الناس. ثم أتوا إلى حصن صور وجميع مدن الحويين والكنعانيين، ثم خرجوا إلى جنوبي يهوذا إلى بئر سبع وطافوا في كل الأرض، وجاءوا في نهاية 29 يوما إلى أورشليم. 29 يوم في عد يعني عملوا تعداد للشعب كله. فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذو بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل اسم عبدك لأن انحمقت جدا.
انحمقت جدا. هنا الحقيقه ده اللي عمله داود، هو داود اخطا، داود ايه اخطا. فلما يقول هنا مزمور اغنيه تدشين البيت، عايز يقول عندما اعاد الله قبول داود اليه مره اخرى، لما تاب وندم ورجع الى الله مره اخرى. دي مش كانت اول مره يخطئ فيها داود، طبعا في مره طبعا اللي اخطا فيها اللي هو لما قتل أوريا الحسي وزنى مع امرأة أوريا الحسي وقتل زوجها، فطبعا الله أرسل له ناسان النبي، وده هنشوفه طبعا في سفر صموئيل الثاني أصحاح 12 ومن عدد 13. فهنا داود هنا بيقول أخطأت وانحمقت جدا، وضرب داود قلبه، صموئيل الثاني 24 عدد 10، وضرب داود قلبه بعد ما عدى الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل اسم عبدك لأن انحمقت جدا. اعترفوا بخطأه. وأيضا في نفس السفر، سفر صموئيل الثاني أصحاح 12 ومن عدد 13، لما أخطأ داود بقتل أوريا الحسي وأخذ زوجته، وافتكر ان الموضوع ما حدش شافه، لكن الله كان يرى ما فعله داود. هنشوف الكلام ده في صموئيل الثاني اصحاح 12 ومن عدد 13. فقال داود لنسان: قد اخطأت الى الرب. فقال نسان لداود: الرب ايضا قد نخل عنك خطيتك، لا تموت، غير انه من اجل انك قد جعلت بهذا الامر اعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. وذهب نسان الى بيته. طبعا بعد ما نسان كان اتكلم معاه عشان يقوده الى التوبه ويقوده الى الاعتراف بالخطا بتاعه. هنشوف الكلام ده في سفر صموئيل الثاني اصحاح 12 ومن العدد الاول الى عدد 13 اللي احنا قرناه مع بعض. فهنا بعد ما خادوا الى التوبه، فطبعا داود رنم المزمور ال 51 اللي احنا بنصليه في كل صلوه بنصلي فيها. طبعا بنصلي 10 صلوات في اليوم، ربما البعض يفتكرهم انا نسيت انهم 7 او 10، هم 10 صلوات: باكر والثالثه والسادسه والتاسعه والغروب والنوم والستار، وصلاة نصف الليل الخدمة الأولى، صلاة نصف الليل الخدمة الثانية، وصلاة نصف الليل الخدمة الثالثة. يمكن البعض بيفتكر إنهم 7 صلوات، 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. مش هو ده الموضوع، لكن بس اللي عايز أقوله إن إحنا في هذه الصلوات العشرة اللي بنصليها 5 في النهار و5 بالليل، بنرنم أو بنردد هذا المزمور اللي هو مزمور 51: ارحمني الله كعظيم رحمتك، مثل كثر رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف اسمي وخطيئتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، إلى آخر هذا المزمور. ده رنمه داود بعد ما أخطأ وبعد ما فعل خطيته، الخطيئة الأولى اللي هو اللي هي مع قتل أوريا الحسي وخطيئة أخذ مرات أوريا الحسي. بعد ما أرسل الله إليه ناسان واعترف داود بخطأه، بدأ الله قال له: رب نقل عنك خطيتك لا تموت، لكن أصبح الحقيقة في قلبه غصة من اللي عمله، فبدأ يطلب كمان هو من ربنا إن ربنا يسامحه. في المزمور 51 ومن عدد 2: اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطياتي طهرني. وبيكمل ايضا: طهرني بالزوفة فاطهر، اغسلني فابيض اكثر من الثلج. وطبعا لما ربنا قبل توبته وارسل اليه نسان، وداود قال لنسان: لقد أخطأت إلى الرب، زي ما قرينا مع بعض من شوية. فقال نسان لداود: الرب أيضا قد نخل عنك خطيتك فلا تموت.
فالله شفاه من خطيته وأنقذه من الموت وأنقذه من مصيره اللي كان هيروحه لو هو ما تابش وما رجعش إلى ربنا. وطبعا دي رسالة لكل إنسان خاطئ، كل إنسان بعيد عن الله، اعمل زي ما عمل داود. ربما مش مصادفة إنك تسمع هذا الفيديو المرة دي، لكن يمكن ربنا يريد أن جميع الناس يخلصون، المعرفة الحق يقبلون. الله عايزك ترجع إليه، فيمكن سمح ليك إنك تحضر معنا الكلام ده عشان تتوب وترجع زي ما تاب داود ورجع إلى ربنا بالضبط. فالله شفاه من خطيته وأنقذه من الموت وأنقذه من الهاوية. فداود بعد ما ذاق مرارة الخطية وبعد ما الله سمح لي بالتجديد والرجوع إليه بالتوبة مرة أخرى، وأصبح قلبه كأنه هيكل لله، قلبه هيكل لله، وهذا الهيكل ربنا بيدشنه، فأصبح كل ما في هذا الكلمات كأنه تدشين البيت، مش تدشين حجارة ولا تدشين بس مكان، لكن تدشين القلب وتدشين الإنسان. وعايز أشير بهذه المناسبة لحاجة مهمة جدا إحنا بنعملها كمسيحيين. حضرتك عارف إنك لما طفلك بيتولد بتقعدوا تعمده، أو لو حد اتعمد هو كبير ما كانش متعمد يعني. الأول أبونا بيغطس المعمد 3 مرات في جدر المعمودية، أعمدك يا فلان باسم الآب والابن والروح القدس، بيتعمد. وبعدين بعد ما بيتعمد بيخرج من المعمودية، أبونا بيدهنه بحاجة اسمها زيت الميرون، أو بيعطيه الروح القدس لكي ما نفس الميرون اللي هو اتدشنت بيه حضرتك في كل أعضاء جسمك 36 رشمة اترشمت بيها، هو نفس الميرون اللي لما بيجي قداس البابا أو الأب المطران أو الأب الأسقف عشان يدشن أي كنيسة عشان نقدر نصلي فيها، بتدشن هذه الكنيسة وبتدشن الأواني بتاعة الكنيسة عشان تستخدم. فنفس اللي حصل مع حضرتك تدشين ليك أو تدشين لابنك هو اللي حصل بالضبط في تدشين البيت أو تدشين المكان اللي بنصلي فيه. هو نفسه يريد الله ان هو يأكده لنا مرة اخرى، يريد الله ان يأكده لنا مرة اخرى ان الله قبلك، الله قبل توبتك زي ما قبل توبة داود. استمر في معية الله ولا ترجع مرة اخرى، لكن استمر الى الامام وقول زي ما قال في نفس المزمور اللي احنا اشرنا اليه، مزمور 51 وعدد 10، قلبا نقيا اخلق، قلب نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي. هو فرحان وفرحه كبير بنجاته من مصيره الابدي، ان هو كان مفروض هيروح مكان الأشرار لكن تاب ورجع مرة أخرى، وفرحان بكمان إن هيكل قلبه أصبح مدشن وأصبح مذبح للرب الإله. أرجع مرة أخرى إلى ما ذكرناه في سفر صموئيل الثاني أصحاح 24 ومن عدد 17، أنا قريت لكم جزء منه أصحاح 24 لكن هكمل. فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال، هو خلاص انت اخطأت، وقال له يا رب انا اخطأت، فربنا قال له في حساب في عقاب هتعاقبه، فارسل الله الملاك عشان يهلك من هذا الشعب. فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال انا اخطأت وانا اذنبت، واما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي، يعني أنا اللي عملت الغلط، أنا اللي اتحمل النتيجة مش هم. فجاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقال له اصعد وأقم للرب مذبحا في بيدر أرون اليبوسي. فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب، فتطلع أرون ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه، فخرج أرون وسجد الملك على وجهه إلى الأرض.
وقال أرونا لماذا جاء سيد الملك العبد؟ فقال داود لأشتري منك البيدر لأبني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرونا لداود فلأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، انظر البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا. الكل دفعه أرونا المالك إلى الملك، وقال أرونا للملك الرب إلهك يرضى عنك. فقال الملك لأرونا لا، بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إله المحرقة مجانية. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقل من الفضة، وبنى داود هناك مسبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة، واستجاب الرب من أجل الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل. فهنا استخدم هذا المزمور في تدشين هذا المسبح لأن المناسبة ملائمة جدا أن إنقاذ داود من الموت كعقاب للخطية، وأنقذ الشعب أيضا من هذا العقاب. فأصبح هذا الكلام أعظمك يا رب أنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. يعني هو مناسبة تدشين البيت مش عشان البيت نفسه، لا، عشان المناسبة اللي هو بنى بيها البيت، المناسبة التي بنى بيها البيت. وتأكيد على الكلام ده الحقيقة على مذبح أرونا، هنشوف الكلام ده في سفر أخبار اليوم الأول 22 عدد الأول. فقال داود هذا هو بيت الرب الإله وهذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. وكان بيطلق على المذبح أيضا بيت الرب، يعني المذبح بيطلق عليه بيت الرب مرة أخرى. هذا هو بيت الرب الإله، بيت الرب الإله وهذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. في صموئيل الأول 3 عدد 15، واتجع صموئيل إلى الصباح وفتح أبواب بيت الرب، وخاف صموئيل أن يخبر عالي بالرؤية. فهنا أبواب بيت الرب، فتح أبواب بيت الرب. فهنا بيت الرب اللي فيه المذبح ما بيقولش ان هو مذبح، لا بيقول لك بيت الرب، يعني المكان اللي فيه المذبح بيسمى بيت الرب. مرة أخرى في أخبار اليوم الأول 22:1، فقال داود هذا هو بيت الرب الإله وهذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. المكان اللي فيه المذبح هو بيت الرب. نفس الكلام في صموئيل الأول 3:15، واتجع صموئيل للصباح وفتح أبواب بيت الرب، وخاف صموئيل أن يخبر عالي بالرؤية. وفي صموئيل الثاني 12:20، فقام داود عن الأرض واغتسل وأدهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد، ثم جاء إلى بيته وطلب وضع له خبزا فأكل. نفس الكلام مزمور أغنية تدشين البيت، مش البيت بتاع داود لكن بيت الرب. أغنية تدشين بيت الرب مش أغنية تدشين بيت داود. وإحنا شفنا المناسبة كانت إيه، إن الله قبل توبة داود ولم يستمر الملاك الملوك في قتل الشعب، عشان كده قال له أعظمك يا رب أنك احتضنتني أو نشلتني ولم تشمد بأعدائي. نكمل في سفر أخبار اليوم الأول صح 6 ومن عدد 31، قبلها طبعا صموئيل الثاني 12:20 مرة تانية. فقام داود عن الأرض واغتسل وأدهن وأبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد، ثم جاء إلى بيته وطلب فوضع له خبزا فأكل. في سفر أخبار الأيام الأول، يعني أنا عايز أقول عايزين نفرق ما بين بيت ربنا وبيت داود. بيت داود ده حاجة تانية، لكن بيت ربنا هو سماه أغنية تدشين البيت، تدشين بيت مش بيت داود، بيت الرب. أخبار الأيام الأول صح 6 عدد 31، وهؤلاء هم الذين أقامهم داود عن الغناء في بيت الرب بعدما استقر التابوت. وطبعا استخدم سليمان هذا الكلام بالطبع لتدشين الهيكل، واستمر هذا المزمور يستخدم سنويا باحتفال عيد تدشين الهيكل أو تكريس الهيكل أو المناسبة أو السنوية، يعني كده سنة يعني التذكار لتدشين الهيكل.
وأيضا في تاتشين اسمها هانوكا، الكلمة تاتشين الهيكل، وكان بيحتفل بيه، ده كان يعيد بيحتفلوا بيه سنويا كتذكار للعودة إلى العبادة في الهيكل. وطبعا الكلام ده حصل كمان من سنة 165 قبل الميلاد، كان الاحتفال يقام في هذا الموعد. وبعدما سيطروا الأمم على الهيكل، وبعدما أخذوا الهيكل، الحقيقة فيما بعد بنو إسرائيل على سبيل المثال في أيام سنحريب، أيام سنحريب ملوك الثاني أصحاح 19، وأيام هذا الملك سنحريب الملك الأشوري أو اللي جاي من العراق يعني، هذا الملك سنحريب في أيامه أضاف الرب عمر لحزقية الملك، أضاف الرب عمر لحزقية الملك، فأصبح كمان هذا الكلام اللي في المزمور أيضا ينطبق على حزقية. وطبعا بالأكثر هذا المزمور ينطبق بالأكثر على ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي جدد هيكلنا البشري وجعله بيت خاص ليه بموته وقيامته. أنتم هيكل الروح القدس، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. المسيح هو رأس هذا الجسد، نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، والمسيح رأس هذا الجسد. هي القديس أثناسيوس الرسول بيقول إنه لما عرف أن رب غفر له اسمه وتجدد بالتوبة نفسه، قال كأنه في بيت الرب والتي ذاتها بيت الرب، وبعد انتكام نتيجة الخطية امرأة أوريا الحسي مستوجبا الموت والعقاب، شفى الله بتوبته وقبله ثانية. فده تفسيره على الكلام اللي احنا بنقوله كمان أيضا. الله شفى البشرية من الخطية، انتشلها من الموت إلى القيامة، جدد الطبيعة البشرية، فتح لنا باب الملكوت. عشان كده هذا المزمور هو بنصليه في صلاة الساعة الثالثة، نتذكر أن سيد المسيح له كل المجد في هذه الساعة، حكم عليه بالموت، وعشان كده قال له لم تشمد بأعدائي. هم صحيح افتكروا ان هم عندما هيقتلوه هيشمتوا فيه، لكن لم يشمت به أعداء، لأن المسيح مش بس صلب لكن ايضا قام من بين الاموات في اليوم الثالث. واصبح لهذا المزمور طابع حلو قوي في الكنيسه، اصبح هذا المزمور له طابع حلو قوي في الكنيسه. لما بنجتمع للصلاه، لما بنجتمع للصلاه لا سيما صلاة الساعة الثالثة، وقبل طبعا ما نبدأ بصلاة المزامير، متعرفين حضراتكم أن الأب الكاهن بيلبس تونيا بيضة، ملابس بيضة، والشمامسة أيضا يلبسوا ملابس بيضة. فبعد الأب الكاهن ما بيرشم على الملابس عشان الشمامسة هو يلبس، وهو بيلبس التونيا بيقول هذا المزمور. الأب الكاهن بيقول هذا المزمور، مزمور 30، أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بأعدائي. ربنا قبله وجاي عشان يصلي. يا إلهي يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية، نفسي أحيتني من الهابطين في الجب. رنموا للرب يا أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه، لأن لحظة غدا به حياة في رضا، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. وأنا قلت في طمأنينتي لا تزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبتت لجبيل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع، ما الفائدة من دمي إن نزلت إلى الهاوية؟
أو إلى الحفرة، هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب وارحمني، يا رب كن لي معينا لي، حولت نوحي إلى رخص لي، حللت مسحي وانتقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. هللويا. ده بنصليه وإحنا بنلبس ملابس البيضة، وبعد ما نبتدي في المزامير نبتدي نصلي المزامير، كل واحد بياخد مزمور. طبعا تعرفين ما اجتمعتم للصلاة فليكن واحد منكم مزمور له تسبيح، فالشماس بيوزع على كل واحد مزمور. الأب كان بياخد مزمور الأولاني وبعدين كل واحد بياخد مزمور، يجي هو بيوزع الشماس عند مزمور أعظمك يا رب، يرجع يديه الأب الكاهن، ما يدهوش لحد من الشعب. ليه؟ لأن الكاهن هنا هو زي داود أو كممثل لداود، اللي هو قائد الشعب، يعني هو قائد الشعب أو هو يعني الكبير بتاع الشعب، زي ما داود كان الكبير بتاع الشعب. وهو قال هذا المزمور وعندما دشنوا بيت الرب ودشنوا البيت الإلهي أو الهيكل في بيدر أرونا اليبوسي، أيضا الأب الكاهن بيقول هذا المزمور وهو بيصلي في الكنيسة، بيصلي قبل ما وإحنا بنصلي في المزامير قبل ما نصلي القداس. أعظمك يا رب أنك أحضنتني ولم شمت بي أعدائي، رب إليك استغاثت بيك فشفيتني، رب صعدت من الجحيم نفسي ورددتني من الهابطين في الجب، إلى آخر هذا المزمور. هو مزمور من المزامير الرائعة، هو مزمور من المزامير الرائعة، مش مزمور تدشين بيت داود، لا تدشين بيت الرب زي ما احنا قلنا مع بعض. والحقيقة كل أباء أشادوا بهذا الأغنية المفرحة، أو على سبيل المثال قديس أغسطينوس بيقول إنها أغنية القيامة اللي هو هذا المزمور، المفرحة التي جددت الجسد، لا جسد ربنا فحسب بل وكل الكنيسة، وقد أبدل حال الجسد إلى الخلود. في المزمور الأخير نجد الخيمة التي يجب أن نقطن إليها، إذ فيها أخيرنا قد كملت. وقد جاء هذا المزمور يختصب تدشين البيت الذي يبقى أبديا في سلام لا يتحطم، يعني أصبح كمان يقولوه تدشين البيت أو الإنسان، يعني مش بس البيت الأرضي أو البيت المصنوع من مواد، لكن أيضا الجسد، يعني زي ما بيقول أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، زي ما بيقول للكنيسة إنها بيشير إلى المكان إن هو بيت الرب، يشير أيضا إلى كل واحد فينا إن هو بيت الرب أو جسد لهذا الإله. و العلامة أورجانيس بيقول نمجد الله عندما ندشن في أنفسنا بيتا لله، لأن عنوان المزمور هو مزمور أنشودة لتدشين تدشين البيت لداود. ده الحقيقة السؤال الأولاني بتاع مزمور تدشين البيت لداود، مزمور أغنية تدشين البيت لداود. وزي ما احنا شفنا هذا المزمور تكرر، أو كل الحاجات اللي فيه تكررت، ونبوات عن السيد المسيح كمان أيضا له كل المد، ولم تشمت بي أعدائي، ده سيد المسيح زي ما طبعا داود قال له لم تشمت بي أعدائي، يعني الله كف عن العقاب لي. حاولت نوح إلى رقص لي، طبعا بعد ما كان حزين أصبح في رقص فرح، يعني زي المسيح أيضا بعد ما كان على الصليب قام من بين الأموات وكاسرا شوكة الموت، من تقتني فرحا أراكم فتفرح قلوبكم، من استطيع أحد ينزح فرحكم منكم، لقد ترنك روح ولا تسكت يا رب إلهي الأبد أحمدك. هذا المزمور كده بيقول له كده، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، حيتني من الهابطين في الجرب، طبعا ده بيشير إلى السيد المسيح له كل المجد، الذي بعد أن مات وذهب إلى أقسام الأرض السفلى سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وقام السيد المسيح من بين الأموات كاسرا شوكة الموت قائلا أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوية. ده السؤال الأولاني اللي هو
مزمور 30، العنوان بتاعه مزمور أغنية تدشين البيت لداود. السؤال الثاني بتاع أخواتنا اللي هو خاص بمزمور 35، واللي هو بيقول طبعا مزمور 35 لداود: خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية، امسك مجنن وترسا وانهض إلى معاناتي، اشرع رمحا وصدة القاء مطاردية، إلى آخر هذا المزمور. أنا هرجع إليه مرة أخرى. ده مزمور 35، ومزمور 69، مزمور 69 اللي هو بيقول أوله: خلصني يا رب لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني، تعبت من صراخي يبس حلقي، إلى آخر هذا المزمور اللي هو بيذكر العار: قد كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد، وجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. أنا حبيت بس أقرأ الجزء دي بس عشان تعرفوا أن برضو هذا المزمور أيضا هو من المزامير اللي فيها إشارات أو نبوات عن السيد المسيح له كل المجد، إلى آخر هذا المزمور، مزمور 69. وأيضا المزمور رقم 4 أو 3، احنا اتكلمنا على اللي هو خاصم يا رب مخاصمية، مزمور 35 ومزمور 69، والمزمور رقم 3 اللي هو مزمور 109، مزمور 109: يا إله تسبيح لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش أو الغش، تكلموا معي بلسان كذب بكلام بغض، أحاطوا بي وقتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصموني أم أنا فصلة، إلى آخر هذا المزمور، مزمور 109، ده رقم 3. والمزمور الأخير أو رقم 4 برضو في السؤال بتاعهم اللي هو إزاي واحد واقف يقول ربنا خاصم مخاصمية أو قاتل مقاتلية، أو يعني اتصرف مع الناس الضد يعني، اللي هو مزمور 137، 137 اللي هو بيتكلم على أنهار بابل: هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف وسط علقنا قصراتنا أو أعوادنا، هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبونا سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون، إلى آخر هذا المزمور اللي هو مزمور 137. أرجع مرة أخرى، هذه المزامير لا تتعارض نهائي مع أي وصية أخرى، لا تتعارض نهائي مع أي وصية أخرى، لا سيما أخواتنا اللي هم بيجابوا وصية السيد المسيح لكل المجد في إنجيل معلمنا متى 5:44: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم أو يضطهدونكم. فبيقول يعني ازاي واحد يقول خاصم مخاصمية، ازاي يقول قاتل مقاتلية، ازاي يقول يا إله تسبيح لا تسكت، ازاي يقول طوبى لمن يضرب بهم الصخرة. ده الكلام اللي هم بيحاولوا يذكروه، لكن الحقيقة هذه المزامير حتى المزامير اللي هم حاولوا يذكروها، هذه المزامير فيها محبة للأعداء وفيها نبارك الآخرين، لكن هذا لا يعني الحقيقة اللي هذكرها لكم دلوقتي، إن احنا نطلب من الله العدل. نحن نطلب من الله العدل، الله عادل زي ما بيقول الكتاب المقدس، الله عادل ويحب العدل، واحنا عارفين إن هو عادل، فنقول له يا رب انت مستني ايه يا رب؟ قوم يا رب وبعدلك. انت رحيم وحنين وحنيتك غير عادية، بس احنا كمان في صفة العدل عايزين نشوفها كمان عشان تخلص اولادك من اللي هم فيه، تخلص اولادك من اللي هم فيه. فهذه المزامير اللي هم افتكروها دي احنا بنطالب بعدل الله، الله عادل، واذا كان بيترك الشرير لفترة لكن مش للأبد، إلى وقت معين وتدخل الله وتدخل السيد المسيح
اللي هو كل المجد اللي هو الله الحقيقي الظاهر في الجسد يتدخل بعدله، يتدخل بعدله. وهذكر من هذه المزامير وأذكر أيضا آيات أخرى، لكن على سبيل المثال مزمور 109 عدد 28: أما هم فيلعنون أم أنت فتبارك؟ قاموا وخروا أم عبدك فيفرح؟ فهنا ده بيتكلم على الأعداء بيلعنوا الرب يبارك، أما هم فيلعنون أم أنت فتبارك، ده ربنا. قاموا وخزوا أم عبدك فيفرح. وأيضا في هذه المزامير حتى التي ذكرها الأنبياء أو حتى مزامير اللي هي كان فيها حرب ما بين واحد ما بين جيش وجيش أو ما بين واحد وواحد، واحد من أولاد ربنا وواحد من اللي هم بيعبدوش الله. على سبيل المثال جليات، جليات لما أهان أولاد ربنا وخرج لكده ليعير شعب الله 40 يوم بيعيرهم، مش حد فيهم قادر يتقدم إلى جليات. وداود لما راح أخواته طبعا كانوا في الحرب وتأخروا، فأبوه بعته عشان يفتقد إخواته يعني، فلما ذهب ويفتقد إخواته أخوه الكبير أهانه لما هو حب يسأل دي مين ده، طب وبيعمل كده ليه، طب واللي موته يعمل فيه إيه، فأخوه يعني خاف عليه فوجه إلى داود إهانة، لكن حتى في هذه الإهانة داود لم يرد أن يهينه. فإذا كانت هذه المزامير التي لداود أيضا لم يطلب الإهانة، لم يطلب الإهانة لأخوه ولا العقاب لأخوه. صموئيل الأول أصح 17 من آية 28: وسمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، كلام داود مع الرجال، فحمي غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك والسر وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب، جاء عشان تفرج على الحرب. داود لما قال له كده كبرياءك وشر قلبك، لم يرد داود إن هو يرد الإساءة بالإساءة لأخوه، لكن داود سامح أخوه ولم يرد أن هو يسيء لأخوه، لكن كان قلبه مسامح. لكن قلب داود الذي سامح أخوه هنشوفه في حديثه مع جليات، لم يشتم جليات، رغم جليات كان بيشتم داود بيشتم الشعب كله عندما تقدم داود ليقتل جليات أو لينازل جليات أو ليحارب جليات أو ليدخل في مبارزة مع جليات في صموئيل الأول أصحاح 17. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بألهته، وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. ده صموئيل الأول أصحاح 17 من عدد 43 وعدد 44 و45. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله إسرائيل، إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. فهنا داود لم يرد أن يشتم من شتمه، ولم يرد أن يلعن من لعنه، لكن كان متسامح معه رغم أنه عارف أن الله سوف ينصره. وفعلا تقدم داود وقتل جليات. وأيضا في واحد اسمه شمعي، شمعي شتم داود وداود رفض أنه يعاقب شمعي، اسمه شمعي بن جيرة، بل لما قالوا له شمعي بيشتمك قال لهم: لقد قال له الرب اشتم داود. قال له ده ربنا سمح لي ان هو يشتمني، فخلاص انا اتقبل هذه الشتيمة كأنها من الله. لم يقتل شاول رغم محاولات شاول الكثيرة لقتله، لم يقتل شمعي بن جيرة رغم انه شتمه ولم يشتمه عودا، لم يشتم الفلسطينيني جليات. وعايز بس اشير كلمة فلسطيني هنا الحقيقة اللي مذكورة في الكتاب المقدس،
كلمة فلسطين هي كلمة اسمها الأصل بتاعها بليست، ودول شعوب كانوا جايين من البحر، من البحر المتوسط. بعض هذه القبائل نزلت في مدن الساحل، فبعض هذه القبائل جايه من بلاد من البليست، سمي باسمها بما انها كانت قويه وسيطرت على اراضي كتير من فلسطين، فسميت فلسطين. لا يقصد هنا فلسطين الشعب الفلسطيني الحالي، ولا يقصد اسرائيل الشعب الاسرائيلي الحالي، لكن ده موضوع سياسي احنا مش هندخل فيه. بس عشان اللي يسمع الكلام ده ما يفكرناش ان احنا بنتكلم عن حد ولا عن حد معين. دي بس جزئيه حبيت بس اشير اليها عشان اخواننا اللي هم بيقتطعوا من الفيديوهات ويبقى عارف احنا بنقول عليه. فده بيتكلم على هؤلاء الشعوب اللي كانوا غزاة في ذلك الوقت وفي ذلك المكان، غزاة في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. لم يقتل شاول، لم يقتل أو لم يشتم شاول، لم الذي حاول قتله مرارا كثيرة. لم يدافع داود أيضا عن نفسه أمام أعدائه اللي كانوا بيقوموه شخصيا، لكن كان حياة متسامح جدا. هنشوف الكلام ده في صموئيل الأول 24 وصموئيل الأول 26 وصموئيل الثاني الصح الأول وصموئيل الثاني الصح 2. والمزامير اللي كان بيصليها ما قالش كي يعاقب الله أعدائه ولا يقوم بهذا الدور ان هو يروح يعاقب هو حد أعدائه، لكن كان بيترك الانتقام للرب. الله عادل والله يحب العدل فسيد ربنا العدل. في على سبيل المثال في مزمور 37، مزمور 37 لا تغر من الأشرار وتحسد عمال الاسم، بيقول كده هو طالب هنا عدل الله وليس خطأ ان هو يطلب عدل ربنا. بيقول كده انتظر الرب واصبر له، انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب، اترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لان عامل الشر يقطعون، الذين ينتظرون الرب وهم يرسون الارض. فهنا ده سايب ربنا هو العادل، هو الحاكم العادل. انتوا زعلانين ليه ان الله حاكم عادل؟ الله مش سايب الكون كله، يعني كل واحد يعمل اللي عايز يعمله. الشرير يموت بشره، واللي بيولع نار بتلسعه هو الأول وبتحرقه هو الأول قبل ما تحرق اللي هو عايز يحرقهم. يعني أيضا في مزمور 52 على 7، هو هذا الإنسان الذي يجعل الرب حسنه بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الرب توكلت على رحمة الله إلى الدهر وإلى الأبد. هو الإنسان الشرير بيتكل على غناه وعلى فساده، لكن مش متكل على ربنا. هو داود بيتكل على ربنا. البعض قالوا أنه كان بيتحدث هنا عن السبب والنتيجة، السبب فالخاطئ لابد أن ينال أجرة خطيته يعني، واللعنات هتحل عليه لأنه هو عمل خطأ وعمل غلط وعمل شر، فالشر بيرجع عليه، الشر بيرجع عليه. فهنا بيقول طلب الانتقام صلواه، طبعا ما هوش طلب انتقام صلواه، لكن هو يرى ان الله عادل وان في اله موجود في الكون. الله هذا الاله العادل هو قادر على كل شيء، هو في يده كل شيء. فهو عندما يصلي الى هذا الاله هو يعرف انه ما فيش اله غيره، فهو ده الاله الحقيقي العادل الذي يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. داود اتكلم عن الخطيه وليس عن الانسان الخاطي شخصيا. فمثلا زي بيقول كده بابل ترمز للكبرياء، مصر ترمز للظلم، ادوم ترمز الى سفك الدم. والله يكره الخطيه ويحب الخاطئ، الله يريد ان جميع الناس يخلصون، المعرفه الحق يقبلون. واحنا شفنا هذه المزامير مزمور 35 مرة أخرى، اللي احنا خاصم يا رب مخاصمية، قاتل يا رب مقاتلية. بيقول له كده لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا، ولا تغمز بالعين الذين يبغضوني بلا سبب.
لأنهم لا يتكلمون بالسلام وعلى الهادين في الأرض يتفكرون بكلام مكر. دول الناس الأشرار، لا تسكت يا رب، لا تبتعد عني، ما سيبنيش يا رب لهؤلاء الناس. ده في على سبيل المثال مزمور 35. مزمور 69 بيقول كده على 9: لأن غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معاييك وقعت علي، أبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي، جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، تكلم في الجالسون في الباب وأغاني شرابي الخمر. وبيتكلم الجزء اللي قلت لكم في عدد 20: العار قد كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أوجد. ألبوم ما فيهوش رقة ولا حنية. ويجعلون في طعامي علقما وفي عطش يسكنني خلا. طبعا دي نبوة عن السيد المسيح له كل المجد. وشفنا هؤلاء الناس اللي هم وقفوا ضد السيد المسيح وتعاملوا معاه بهذا الظلم وبهذا الفظاظة وبهذه عدم الرحمة. وهل الله يقول لهم انتوا برافو عليكم كويسين خلاص ما فيش حاجة؟ لا، كل إنسان عمل حاجة سينال الإنسان حسب ما عمل، سواء كان خير أو سواء كان شر. وأيضا مزمور 109 أيضا هو مزمور على السيد المسيح له كل المجد، من عدد 8: لتكن أيامه قليلة وظيفته يأخذها آخر. دي إشارة على يهوذا، فبيتكلم أيضا على نبوة عن السيد المسيح له كل المجد. فهؤلاء الناس شفنا اللي عملوا أو قتلوا السيد المسيح، يعني مش أقول لهم أنتوا كويسين وتعالوا ادخلوا الملكوت، لا. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا أن هذه هي يدك، أنت يا رب فعلت هذا، أم هم فيلعنون أم أنت فتبارك. فتبارك، هم بيلعنهم أنت تبارك. رب قام وخذوا أم عبدك فافرح، ليلبس خصمائي خجلا وتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي في وسط كثيرين، أسبحه لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاسين على نفسه. أيضا هذا المزمور زي ما شفنا: لأن رحمتك طيبة نجني، فإني فقير ومسكين أنا وقلبي مجروح في داخلي. أيضا بيتكلم على رحمة الله لهذا الإنسان المتحمل اللي هو مظلوم يعني. ومزمور 137 اللي هو على نهار بابل هناك جلسنا. بابل هنا لا تعني بابل الحالي، لكن تعني الإنسان الظالم. شفنا في ذلك الوقت ملوك بابل لما راحوا غزوا هذه البلاد وأخذوا شعبها وسكانها، كانوا يعني بفظاظة وبعدم رحمة. فهذا الإنسان اللي بيتعامل مع الآخرين بعدم رحمة قال كده: يا بنت بابل المخزية، طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جزيتينا. أنت عملت حاجة هتاخد جزاءها، ولا هتاخد حاجة أحسن، هتاخد عملت وحش هتاخد حلو، عملت وحش هتاخد وحش، عملت حلو هتاخد حلو. طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جزيتينا، ثم يمسك أطفالك ويضربهم الصخرة. والآباء كمان أشاروا أن كلمة الصخرة هنا أيضا هي السيد المسيح له كل المجد، اللي هو صخر الدهور. أرجع مرة أخرى أن الكلام ده لا مش موجه لأعدائه على المستوى الشخصي، لكن متوجه إلى أعداء شعب إسرائيل، أعداء شعب إسرائيل. على سبيل المثال مزمور 35: أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحا، أزللت بالصوم نفسي وصلاتي إلى حضني ترجع، لتأته التهلكة وهو لا يعلم، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسها ليقع. أما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه. وبيتكلم أيضا: شهود زور يقومون، وعما لم أعلم يسألونني، يجازونني عن الخير شرا ثكلا لنفسي. طبعا ده بيتكلم هنا زي ما احنا شفنا نبوات عن السيد المسيح له كل المجد، مش على هو شخصيا داود، ده بيتكلم هنا على نبوات عن السيد المسيح له كل المجد. ده مزمور 35 شفناه، مزمور بيتكلم عن المسيح، مزمور بيتكلم على
عدل الله وليس يتكلم على ناس معينة أعداؤه الشخصيين أو أعداؤه يعني المحوطين به. مزمور 69 اللي هو داود بيشوف فيه سيد المسيح، فهنا بيشوف أن هيطلع عقاب الأشرار وهيعاقبهم، وهنشوف الكلام ده في مزمور 69 عدد 6: لأن غيبة بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي. ونفس المزمور 69 من عدد 21: ويجعلون في طعامي علقما وفي عطش يسقوني نخلا. طبعا دي إشارة أو نبوءة سيد المسيح له كل مجد. تسر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكنا. طبعا ده حصل تماما بالضبط سنة 70، سيد المسيح صلب سنة 34، سنة 70 ده اللي حصل بالضبط مع أورشليم أو هذا البيت. مش بس أعداء داود، لا، ده أعداء سيد المسيح له كل المجد، عندما جاء الرومانيين أو من روما أو الإيطاليين وأحاطوا بأورشليم وهدموها وبنوها فيها. وشفنا الكلام ده بالضبط زي ما قال المسيح: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل، السماء والأرض تزولان أما كلامي لا يزول. وده حدث بالضبط تماما في مزمور 109 لما بيتكلم عن محبة داود بروح النبوة، أيضا بيتكلم على سيد المسيح وعلى يهوذا الخائن لسيد المسيح، بيقول: بدل محبتي خاصموني أم أنا فصلاة، فأقم أنت عليه شريرا ويقف شيطانا عن يمينه. يهوذا لسلم المسيح: إذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. إن هو عمل هذا الشر، هو كل اللي عمله كان تدبير شر لسيد المسيح له كل المجد. تكن أيامه قليلة وظيفته ليأخذ آخر. شفنا الكلام ده في سفر الأعمال الأصحاح الأول، وهو عقاب استحقه تماما لأنه هو بفعلته التي فعلها يهوذا. المزمور الأخير اللي هو 137 بيتكلم هنا عن السبي، وزي ما اتكلمت وكانوا بابل هم ترمز للخطية، أو ما فعلوه كان بعنفوان غير عادي وبعدم رحمة، بقلب متحجر، بقلب قاسي، صنعوا مع بني إسرائيل كده. فعشان كده قال له: يا رب، على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون. قعدنا نبكي على اللي حصل معانا وليه عملوا فينا كده. على الصفصاف وسط علقنا قيصراتنا، هناك سألنا الذين سابونا كلام الرب، كلام ترنيم ومعذبونا، سألونا فرحا قائلين: رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ من نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، والتصق لساني بحنك، إن لم أذكرك إلى مفضل أورشليم من أعظم فرحي. هنا داود بفعل حارب بابل وانتصر، لكنه بالنبوة بيتكلم على ما سيحدث فيما بعد أيامه اللي هو في أيام السبي. يتكلم هنا عن الخطية وأطفال بابل، المقصود بها ثمرة الخطية، مش أولاد بابل، أولاد العراق الحاليين لها طبعا. فهنا بنصلي احنا بهذه المزامير، فكر أعدائنا ان هم الشيطان وأعوانه وأتباعه، وما فيش حد فينا بيقف يصلي بهذه المزامير ويفكر أعدائه البشر، لكن بيفكر بس عدوك فقط هو الشيطان. أما البشر اللي احنا نفتكر انهم أعدائنا، فاحنا بنصلي لهم زي ما يقول: أما أنا فأقول لكم أحب أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسعون إليكم ويطردونكم. ونرجع مرة أخرى على المستوى الشخصي، داود بيقول: إن كفأت مسالمية شرا وسلبت مضاقية بلا سبب، فليطارد عدو نفسي وليدركها، ويدسي الأرض حياتي وليحط إلى التراب مجدي. ده على المستوى الشخصي، لكن على مستوى أعداء اللي هو الشياطين، لا، على مستوى أعداءه هو كملك ومسؤول عن البلد، مفروض يحمي هذه البلد ويدافع عن هذه البلد، والمسيحية تقر الدفاع عن النفس. في مزمور 35: يجوزون عن الخير شرا ثكلا لنفسي، أما أنا ففي مرضهم كانوا لباس مسحا. هم عيانين، أنا متألم لألمهم وحزين لحزنهم وبصلي لهم، أزللت بالصوم نفس وصلاتي إلى حصني ترجع. فهنا الكتاب المقدس
مش متغير، كتاب مقدس هو واحد، كتاب مقدس ما هواش حاجة ضد التانية وموضوع ضد التاني، لا هو مكمل بعضيه، اللي عايز يفهم واللي عايز يقرأ. ألخص السؤالين اللي ذكرناهم دلوقتي، مزمور أغنية تدشين البيت لداود اللي هو مزمور 30، ده عنوان عندما داود قام بتدشين مذبح الرب اللي هو بناه في حقل أرونة اليبوسي، وكان بعد ما ربنا غفر له خطاياه، بعد ما كان التعداد اللي عدوا للشعب، وكان الله يريد أن هو هنا يعني سيعاقب الشعب وبدأ العقاب للشعب، لكن داود قال يا رب عاقبنا أنا ما تعاقبش الشعب. فعشان كده هذا المزمور تدشين المكان ده بيفتكر ربنا اللي عمله معاه، مش هو المزمور ده هيدشن البيت أو صلاته هتدشن عن طريق هيدشن البيت، لا ده السبب اللي هو بنى البيت. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني اللي هو خاصم رب مخاصمية قاتل رب مقاتلية، مزمور 35 و69 و109 و137، هذه المزامير هي نبوات عن السيد المسيح له كل المجد، وأيضا هذه المزامير لا تتكلم على أن هو هيقوم يعاقب هؤلاء الناس، لكن الله هو هيتصرف مع هؤلاء الأشرار، يجازي كل واحد كما يكون عمله، لكن الله يريد أن جميع الناس يخلصون إن معرفة الحق يقبلون. للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها أمين. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح، الروح والعروس يقولان تعال، ونسمع فليقل تعال، ونأتي فليأخذ معنا حياة مجانا. أمين أمين أمين.